ولا تعرف طريقها، وأصبحت تتسول على موائد الآخرين في شتى أنواع العلم والمعرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعطلت فيها طاقات هائلة جبارة، طاقات علمية وطاقات عملية وطاقات عددية وطاقات اقتصادية وطاقات إعلامية وطاقات ثقافية إلى غير ذلك من الطاقات الهائلة والجبارة في الأمة. استخفاف واضح بأوامر الله سبحانه وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حد أن كثيرا من أفراد الأمة قد نسي ربه جل وعلا. نعم، فأنساهم الله سبحانه وتعالى أنفسهم، والجزاء من جنس العمل. انظر إلى الملايين وبدون مبالغة الذين انحرفوا عن الله سبحانه وانحرفوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في العقيدة، في العبادة، في التشريع، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك، في التجارة، في البيع، في الشراء، في الكلمات. واقع أليم لا ينبغي أن نتجاهله، وإنما يجب كما ذكرت أن نشخص الداء بدقة وأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة. قال الله سبحانه: نسوا الله فنسيهم. يا الله، أنا أتصور أن هذه الآلة خصت كل الأمراض، أتصور أن هذه الآية جمعت ولخصت كل الأمراض. نسوا الله فنسيهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما بتسمعش يقول لك فلان نسي نفسه، نسي نفسه، نسي ربه جل وعلا فأنساه الله نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر بالله لا تذكر، يذكر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكر. خلاص، ليه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر بالتقوى متكرر ومتأكد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وتدبر معي قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. فين؟ إلى الدنيا تاني. أيوة، ليه؟ نعمل صالحة، إنا موقنون. بعد إيه؟ بعد إيه؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها، يعني لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة، لأنها جاءت في وقت لا تقبل فيه الندامة ولا تقبل فيه التوبة ولا تنفع فيه الأوبة والعودة. تدبر معي قول الله جل جلاله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا، خلي بالك، بما نسيتم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إعراض
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، غفلة عن الأمر، غفلة عن النهي، غفلة عن حدود الله تبارك وتعالى بصورة مؤلمة لا ينكرها متابع لواقع الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ثم والله ما رحم الله الأمة إلا بامتثالها للأمر والنهي، إلا بتحقيقها للطاعة. ما رحمت الأمة إلا بهذا المنهج، بمنهج السمع والطاعة لله سبحانه وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حين نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن